خير الزاق يا كريم يا الله يا الله. قالوني من مستشفى القرية لا هو خطير. زوجتك موكلتي راوية محمد أحمد الرياحي. والله طلعت خطير يا يحيى، ما كنت متوقع أنك بهذا القدرات. ريحانة ناصر المناوري، الدكتور كتب ليش خروج. معلش ما تشي تقولي. بقي متى همك الريحانة؟ عاصي والدي قصير العمر، لكن الله يعجل بيومي. أنا ضمنت على بنيش قدام الدكتور أنور وأهل القرية كلهم. أي حين نزاح القمة هذا ونرتاح وترجع لك أمك يا ولدي. عادك ذكرت إن لك بيت وأب. هيا هيا نورت المدينة. النور نورك. تفضل. ليش بتعبي نفسك؟ مالك مهموم، من حين روحنا وانت هكذا على هذا الحال، خليها على ربك. كل ما اقول انسى الماضي مشاكل الماضي يرجع القدر ويفتح لي المواجع من جديد. كل هذا علشان سمعت اسم ناصر المناوري؟ يمكن تشابه اسماء. يحيى وريحانة عيال ناصر المناوري، وعد باقي بينهم بنت.
رضينا بالهم والهم ماشي شفلتنا، ولكنها مشت 20 سنة وكل الذي حصل هذاك اليوم أتذكره كأنه أمس. ويا ما قلت مناصر رحلك من السد ومشاكل الرياحين والمجاورة، لكن ما تسمع كلامي وآخرتها راجح صابر انقتل في أرضنا. راجح إيش الذي حصل يا راجح؟ وبعدها كنت خايف من حبيب المقتني ويعرف أن ناصر مخبيني في أرضه، ما قدرت أقر ولا استقرت هيك الليلة وصرت لابيت ناصر، كنت خايف حد يشوفني، لكني غامرت بنفسي من خوفي على ناصر. يا الله رحم حاضر. يا الله راجع، ليش خرجت؟ مش قلت لك لا تخرج؟ يا ناصر اخي يا ناصر، ايش بدي اقول لك ايش اللي حصل؟ يا اخي ما عاد فيني الصبر. يا الله يا الله، هيا غلقي على نفسك البيت وانا عاد اسير وارجع بسرعه. يلا انتبهي، يلا مع السلامه. الين ناصر الله يجعله خير ان شاء الله. بعد ما حكيت لناصر ايش الذي حصل لصابر، قلت اسير اكلم اخي جابر. ما وصلت لحد البيت الا بنفسه بحرق حريق والقريه مربوشه. كانوا خايفين علي وقصدهم مني داخل. أين راجع؟ جابر هارب من بعد ما بسرني عند صابر وقت الحادثة، خاف انهم يقتلوا بدلي. ما قدرت اتقدم ولا خطوة او اقول لهم اني بخير، خفت من المجاورة ما يصدقونيش، وخفت اكثر بعد ما سمعت الذي وقع لناصر. يا رجاء يا ريحنا الحقوا ناصر المناوري قتل. انقتل الشخص الذي كان يشتي ثم قرأت ومات معاه الأمام. تقلوا ناصر المناوري مقتول خارج القرية، وخفت أكون القتيل الثالث. يا حسرتي ويا قهري عليك يا ناصر، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله شاهد يا مجاورة ويا رياحنا إن حضورنا هذا بطلب من الحاج مقدام لأجل نوقف الدم الحاصل بينكم. أنا شاقول حكمي، إذا عجبكم أهلا وسهلا، ما عجبكمش حكمي أمامكم المحاكم. ما قلتوا نسمع حكمك أول يا شيخ. صلوا على رسول الله. الأخ حبيب المجاوري بيطالب بدم أخوه صابر الذي قتل على يد راجح واحد من رجالكم وفي أرضكم، وأنتم من صفتوه هربتوا القاتل، والمجاورة بتدعي ان ناصر مقتول وعلى يد واحد منكم. اسمع يا شيخ شعيب، احنا طلبنا تدخلكم عشان توقفوا حبيب شره لانه اعتدى على بيت راجح واحرقه. انا ما اعتدتش على حد، وبعدين لا راجح ولا اخو كانوا موجودين في البيت. اهدؤوا يا جماعة، انكم نهدى وقد قتلوا مننا اثنين. اسمح لي يا شيخ شعيب اكمل كلامي. حبيب من حقه انه يطلب دم اخوه، لكن يا جماعة الخير بالنسبة لراجح هو خرج من القرية في ليلتها، ولو كان هو موجود هنا في القرية والله ان احنا سلمناه بايدينا. اما انكم تتهمون بمقتل ناصر فيا عيباه يا عيباه، هذه كبيرة. انتم تعرفوا معزة ناصر عندنا وقاتله مجهول لليوم لليوم، واحنا ما قدرنا نتهمكم ولا نقدر نبري أنفسنا. أنتوا غرمانة، أنتوا مخفين جابر وراجع. جابر خاف وهرب من القرية بعد ما أحرقتوا بيت أخوه، ويعلم الله أن احنا لا نعلم متى خرج من القرية وإلى أين سار. صلى الله على رسول الله. اسمع يا حبيب، ما بيش معك إلا حل واحد، الرياح أنك تحصل ممتلكات راجح وتدفع دية أخوك، وانت ما عليك إلا تسامح وتغلق الموضوع.
أما بالنسبة للراجح يحرم علي دخلة القرية وهو عايش. مش تشعوض بالمال أشتي دمخي. حقك عند راجح، إذا لقيته اتفاهم معه. عاد ألقاه وأخذ دمخي. ما قد كملت كلامي. لا تتعب نفسك يا شيخ شعيب، الظاهر أن حبيب في رأسه موال ثاني وبيدور مشاكل. حميد خليه، من أكبر منك يضحاكا. الظاهر أنك شيت الحق بعد أخوك. حميد اسكت. حج مقدام عرفتوا قاتل ناصر؟ لا عرفنا القاتل ولا خرجنا لا طريق. قلنا احنا نمشي بحكم الحج شعيب، نسكت حبيب وندي دية أخوه. وأنا يا بنتي بين أدور على بصائر ضايعة من أراضي راجح، وزوجش ناصر عنده بصائر وأنا شي أبصرها. تمام حاضر، تفضلوا اجلسوا في الحوش وأنا شادخل أبصرهن. شكرا لك يا بنتي. جي يا زدي اجلس. حاضر يا حاج. هؤلاء البصائر الذي عندي. هذا كل البصائر؟ أيوة بش اللهن. عاتقه؟ ها مالش؟ تعبه يا اخي تعبه. ما هو؟ الظاهر انها الولاد. ما سوي ما فعل؟ ادعيلي ادعيلي جارتي فتحيه. حاضر الان الان ادعي. يا الله يا رب يا الله. أخرتني هالة. سهل، أتأخرت على خالش بالصبوح. أبزدلنا هالة الصبوح؟ ماشي ماشي جلسي جلسي وكري لقمة قبل ما تصير لنا البرك. هو عايزيد الحين، يلا جلسي. حاضر يا أما. انها بتفحصها وتعاينها والسيارة عندك من امس، زعم انك عتشتريها. انا اقول لك السيارة كارث نظيف. وانا ما قلتش اني مش نظيف، بس انت عارف السوق اليوم من هذا بارد. بارد نغمة كلامك هذا متغيرة. وينو حساب السيارة الاولى؟ اصبر شوي، نبيع السيارة هذا وحاسبك حق الثنتنس. ما اتفقناش على هذا الخبر. انا اعرف فلوسي اربع رزم ابو الف قبل ما توكل. شلحت. أنت آخر واحد تتشلح يا أبو سعود. صاحبك أمير جالهانة وشل كل الفلوس اللي في جيبي. أولاً أمير مشو صاحبي، وثانياً أنا أعرف فلوسي منك أنت، وإذا عجزت تعذر لي بأمير الله الغني عنك، شاسر أدور لي واحد ثاني. ها ومن هو هذا المغفل اللي حيخاطر بمستقبله ويبيع سيارة مسروقة؟ طيب شل السيارة هذا والسيارة هذك وبيع الثنتين، وما لقيته
لك حلالك بدفتر الحساب وغلق حساب بيني انا وانت. ساجي لك اخر الاسبوع واشتري حساب السياره الاوله وحساب هذه السياره. قلت لكم ما عاد القوش حد غيري. صبرت لك ولكن أنا جالس تحت ماجل بعدها وين صرت أمس الليل؟ أمس صرت نقول العفش مع صاحبي. ما جاء صاحبك نقول أثاثتهم الله نص الليل؟ هيا جيت سير أختك جننتني وراضية تاكل شي من أمس. لازم تاكلي عشان صحتك وعشان تبخري. الاكل مفيد للجسم. قد اكلت ولو لازم تاكلي. انت داري ان هذا الاكل كله عشانك انت وحدك. ما شيش احد ياكل معك ثاني. ما اقول يا يحيى اقول لك حاجه. انا فاقده امي اشي ارجع القريه. صدق حتى انا صدقين انني فاقد لهذا الاكل كله اشي اكله ولا بقي حاجه. زعل عشان راوية؟ أيوة لأنه قد جهز لك كل شيء للعرس وجهزت ملبس أنا وسلمى. ما هذا الحظ الذي معي؟ أنت تشي راوية تفرح؟ عشان راوية تفرح أنت لازم تبخري وتفتحني. ماشي راوية ما عزتني ما نشي شتلتين صح؟ هيا مالها يا يحيى. يا خالب زريها ريحانة تشي تصير القريع عند سلمى وسلمى بيش غني تشي تجي المدينة. بالله عليش هذا الأخوات. الناس سبرت لك أنت وخواتك. لم سبرت لي إذن. لحظة كلي ما تبقي حاجة. كلي سبع بزي هكذا كبير كبيرة. ها هذا بكلها. يلا بسم الله يعني هكذا. مدري فين جينا الحبوب النومات. ما من حبوب منومية يا خال. خلاص قد المردتها عليه يكفي حبوب حرام. يا علوي لا مدينا لهاش حبوب. عاد يجلس فوق قبر امك بين الشمس طول اليوم. الله يرحمه. يا بذا الحين كيف تفعلنا؟ الوايد قال ما عيجيش. ليش؟ قال لك ما بيش معي بترول والدنيا أزمة. كذو حظك عرس اليتيم يختزق الطبل. الضيوف عيجوا وما بيش معانا ماء. دبر لنا ماء حتى لو تتحسد. ما مالش ما مالش ما ما أنا داري منين يجي البني عبود ولا أنا داري أم بيصير وما بيفعل. كل شيء بيفعل من رأسه. الصبر يا أخي الصبر. ما لقيت من يفهمني في الدنيا هذا. أنا فاهمة عليك. أنتي لا بتفهمي ولا بترحمي. واللي قد فعلتي ما قد فعلها حد. أو أذكرش ما عاد خليتي ديوان في المجاورة ولا في الريحنة إلا وانتي بتدخلي وتسمعي بناء أمة الصلاة وعلى سبمه على سب الماء. كل ما كبرنا قلنا يمكن نسيت وبطلت المعاهرة حقك. نلقاك هذاك أنت فراس الذي لو ما يزعل من أي حد يرجع فوقي. طبعا ابي ما هوش عارف اني دخلت المدينه. شكر شكر. كنت عاد حاكي اقلق عليك. ابي اقلق علي من الحين؟ ابي وابوك بيسالوا علينا والله ما مدارين اي نحن. والله نوصل ذا حين ما هو عن جسانة طول اليوم شوية ورحنا. ما لك من بصرك ضابح مشك طبيعي. اليوم عرسها يا عبد. الدنيا خسيسة أخذت مني كل شيء. صلي على رسول الله. ما لك يا رجال مشي أول ولا آخر بنت. خلي على ربك الدنيا أخذوا عضاء لا بد ما تفرج. Thank you.
مقتل ابوك مات الرحمن، ولو ارجع ما حد حيصدقني او قصري. طيب ليش رجعت اليمن يا عم راجل؟ تعبت يا ولد، تعبت من الغربه، بس رجعت وانا خايف ينقبض علي او احد يقتلني، لكن قديم خارجه من ارحم الراحمين ان حبيب ما بلغش علي. على الاقل كنت عاد سافر القريب. كان نفسي يا ابني كان نفسي، لكن انشغلت بمرض هدى ويومية وإحنا في المستشفى. طيب عادك ناوي تسير القرية؟ أحسن من الخرابة اللي في القرية. أصحك يا عادة. عرفنا بضيفك يا وليد. هذا عبود صاحبي، وهذا غسان اللي كلمتك عليه. حياك. هذا شنب ولا سقالة؟ طفي الغمازة وعطل في يمين. عبود من؟ أنا عبد الله فراس المناوري وبيسموني عبود. كذا أنا جاوب. ما تعبت وانت بتقرب لي الماء؟ اللي بتفعلها غلط يا علوي، عايز سبب لنا مشاكل، والمشاكل مش بس لي ولك، المشاكل لي ولك واهل قريتي وقريتك. فهمك كفاية يا رياحي. لحظة يا مجاورية، ليش تيجي تفهمي إن مشاعري معيش صادقة، وحس إن مشاعري شلي كانت صادقة، وأنا عارف بالمشاكل اللي بيننا إن حجمها كبير، لكن علوي بن محمد الرياحي هيثبت ليش إنه شاريش أمام الله والناس، ولا يمكن السد يكون عائق بيننا مهما حصل وكيف ما كانت الظروف. السد هذا بيعبي أكثر من ساقية، يعني بيكفي قرية كاملة ولأكثر من شهر، وخاصة إذا ما فيش أمطار. أي والله، وما تعذبوا الناس إلا عندما تغلق السد. طيب تقدر توسع الساقيات من الأراضي منشان يمتلي السد، وكمان تقدروا توصلوا الماء لجنب البيوت. ما نقدرش، الذي يشتي ماء يجي لها أنا للسد. شوفوا الموضوع بسيط جدا، ما يحتاج كل هذا التعقيد. احنا نشي نوصل مواصير من السد ونقربها للأهالي، يعني بنقرب المواصير من السد لأكثر من فتحة. ما شاء الله. كان قلت لي أتمشى المواصير، ها؟ والمواصير حقش هذا في أرض من أتمشيها؟ بأرض السد والأراضي المجاورة، واعتقد أن المواصير ما بتأخذش أي مساحة. ذا الحين قل لي أنت وهي ما عاد بش معاكم عمل، ما عاد بش مهرة، فلتوا قضايا الدنيا كلها وجالسين تلعقون على السد حقنا، هاتشي أعمال. حميد اهدأ اهدأ، أنت ما بتبسرهمش من أول، جالسين بالقلم والمسطرة، معاكم عمل ثاني ولو ما يسترش. هولا ضيوف، ضيوف عند الحاج مقدام في الديوان حقه، مش عندي أنا. ادي عاونش. ماشي يا بنتي، كفايتش بالبارد الذي فوقش. انت اصلا يوم ما يعجبش التعب، خاصه من بعد ما صار يحيى. اسالتكم بالله يما، ايش عاد باقي معانا في القريه؟ انت اصلا ما عاد تفهميني، ما
ولا شفهم. أحلى غيبك يا يحيى، الله يرجعك لي بالسلامة والعافية أنت وأختك. قل لي بتشتغل؟ يعني تقدر تقول يوم أيوه وعشر ماشي وهكذا يعني. طيب كيف بتفعل بعلاج أختك وأنت عارف أن الغسيل الكلوي هذا يحتاج زلط خيرات؟ الله يخليها على الله يا عم باجح. ونعم بالله، لكن الإنسان يسعى والله يتكفل برزقه بعد الإحباط هذا. يا صفاء سمعت كلامش وقلت له يبتعد. وما قلش؟ علوي بيحبني، قال إنه يشتيني عاد قدم لي ويخطبني، قال إنه يشتيني أمام الله والناس. حتى ولو هو صادق مش مستحيل تتزوجه، لأنه اللي ما سبرش زمان ما يسبرش اليوم. ونصيحة مني ابتعدي عن علوي قبل ما يكبر الموضوع ويصلى عند جدش ولا عند أهله. يحيى أنا قررت أخطب هالة والذي يحصل يحصل. كيف أبوك وعمتك؟ والله الحمد لله بخير. وأنت كيف أبوك؟ مدري. كل واحد منكم يشبه أبو في دبعك. كيف لو ما جيت لعندي الآن؟ والله ما أشغلت ولي وصلني لعندك. الناس كلهم بيهربوا مني وانت تجي لعندي قريبة. ألو وينك يا ولي؟ من مسعود. نفذت المهمة ولا لا؟ الآن تحرك على الغلط ممنوع فهد. يلا تمام. سليم سيرتي عمير والحق بعدنا توفي قدوم في الطريق. شكرا يا دكتور. كم عندي؟ 3000. عايز اوقف خيرك. شكرا. هذا يا علوي ما دهمش، خلي كل شيء على الله والباقي علي. أيوة الغريب هل من مجيب
احنا السبب ولا الزمن اصبح غريب. صرنا جروح للوقت واحزان السنين، هل باقي روح للكره ولا للخلاف؟ حتى من الفرحة نخاف، عمري الخلاص ما كان بارود ورصاص، كم من عيون تصرخ لنا يكفي خلاص. أي لوم رضا أولادنا رهن الضياع، وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع. أي لوم رضا وولادنا رهن الضياع، وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع. ما بتعود الحياة حتى تعود المياه، إلى مغاني النفوس قبل الربا قبل الغروس. والكل نفسه قطيب مثل المحب للحبيب، نفتح طريق